نحكي على ان رابور هيستوريك، ان رابور هيستوريك بين الافتساء والموسيقى، خاطر ساشون pour ne pas dire la majorité, au moins la moitié de nos adhérents sont des musiciens. معناتها والسينما والموسيقى سي دو زار هكايا باراليل وكومبليمونتير. دايور لا موسيقى سي كالكو شوز دو بريمونديال في الافلام. هي السينما البديله، معناها السينما اللي ما تخضعش لما يسمى بالسوق وما يسمى بالنمط. فبالضروره الموسيقى اللي تتغنى في الفيفا كل اللي تتبرمج تكون تشبه للسينما اللي هي موسيقى بديلة، موسيقى تطرح زوايا نظر مختلفة مقارنة بالسائد. وهي كما فلسفة الفيفا كلها، يعني من سنوات كنا نعيش تقريبا أسبوع في السنة ثورة، جو نعيش ثورة على جميع الأصعد، على السينما، موسيقى، ولا حكايتنا ونقاشاتنا نعيش كل أسبوع نشرجوا به البطريات تاعنا من بعد نرجو نعيشوا عادي. تواصل معناتها من تقريبا من السبعينات، اخر الستينات السبعينات، موجه بطبيعه الحال معناتها صاحبه التغييرات الكبيره اللي صارت في العالم في الوقت هذاك، ماي 68 الى اخره، موجه ما يتسمى بالاغنيه الملتزمه في الوقت هذاك. وكان في تونس يكاد يكون الفضاء الوحيد اللي يعطي الامكانيه ويوفر الامكانيه للأغنية اللي تتسمى في الوقت هذاك الملتزمة والبديلة، لكن كانت كلمة الملتزمة لاصقتها أكثر. الجامعة التونسية إسماعيل هوات ومهرجان قليبيا بالذات. والله ما أنا فاست ملتزم، ما نعرفش كيفاش تركب معناها. كمل نعمل في موزيكا، ما نعرفش كيفاش، عمري ما سميتها ملتزم في حياتي جملة معناها. فوالا، لا ما نسميهاش هكاك، أنا نسميها موزيكا هيب هوب. تعمل في انرجي بوزيتيف، ولهنا فما انرجي بوزيتيف، دونك نحبوا نجيو نعملوا جو هذا كل مع بعضنا ونتعداو دوتر فيل ونلعبوا في دي بلايص اخرين وهذوكم الكل معناها. كيف السينما نتاعنا البرا من الاندستري، حبينا على حاجه البرا من الاندستري، خاطر احنا السينما اماتور، معناتها اماتور سي با معناتها بور لا كاليتي، اماتور سي اور الاندستري، معناتها اور لي غراند فيرم دو برودكسيون، لي غراند تيلي اكسيتيرا، سي كالكو شوز معناتها دانديبوندون دو لا مانيفاكتور نتاع لارجون، معناتها لارتيزانا دو لار. Effectivement, il y a des musiciens ou des projets musicaux hors l'artisanat de la musique. Chose qui n'est pas folklorique, donc chose fait un peu de recherche, fait un effort, fait une certaine sensibilité artistique, ou même pourquoi pas, surtout dans la bande, une confrontation avec l'institution qui a tout le système, comme on l'appelle. الفيفا يجب يكون فرصة نتاعنا نحن باش نبرفورميو، أكثر حاجة اللي تشجع نجمو نحكيو على الكونسيبت نتاعها، السين والفازة البحر والصيف والديكور هذاك الكل، وأكثر حاجة الشوا نتاع البوبليك، يعني مش باش نمشي في فيستيفال إتاتيك في دراوين باش تمشي تخدم فيه، يجيك بوبليك معين اللي هو إنسان كبار يجي معاه ولده بالكروسه وطفل صغير ورجل كبير وتاك تاك تاك، اللي هما حبيت ولا كرهت ماهمش بيبليك نفيزيو فيه، اوكي هما من العام هذيك ماهمش حاجه نحبوا عليها، لهنا فما ترونج داج معينه، عبيد كومينيك، عبيد تعرف كيفاش ترياكتي مع الارتيست، عبيد معناها ماهمش فما كل بارير هذيك كل المشكله تتنحى. هيا خداونا بالحكايات، عم عن ثورة كريستا ملعتي السميت، وتربطنا تبشمتنا، نلعب راجل عشيري، دوتو تفصل، مش قادر تا
تحكيري بالك في بالك ما تشوفوش ما نشوفوش باللي دفع ما سكر فمك عبي الكروش استنى في باعي يا بابا يسي ما كتعترش الكراسة والكتابة عطيني متاعي شربا بالباعي لنقعدك على متاعي ونقعدك على الاصطناعي خليك بالكلمة من غير ما تستفدى عشقي في الداخلية الكروتة والباندا عبيل كسرنا منين شهواتك فرح في الحومة جيت يجي أمك خذ الفلوس وعديني المطير برشا مخاخ صحاح في الفريجيدير في فاكس تاع مود دو في تجي لهنا في قليبيا تعيش الفاز هذيك تمشي البروجيكسيون تتفرج في الافلام ومام طون تعيش وتدور وتكومونيكي مع العباد وتحكي فرصه باهيه نجي ونلعبوا لهنا مع الببليك هذا اللي هو ببليك متبع اللغه متبع موفمنت بنينه بنينه تجي تلعب في الفيفا حاجه تحفونه هنا بابا اوه اوه هنا بابا